اهلا البنات ومرحبا بكم مره اخرى في قناتي لام تشانل. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عباره عن 5 افكار من المنزل، وهذا الفيديو هذا غادي يكون بالتعاون مع قناه افكار من بيتي. الا ما كنتوش كتعرفوا القناه ديالها غنخلي لكم لونيان ديال الفيديو اللي درنا وديال القناه ديالها في الديسكريبشن بوكس، دونك ما تنساوش تشوفوا القناه ديالها وتشاركوا فيها. دابا ندوزو ديريكتومون الافكار. اول فكره كتعلق بالستيلو اولا بالحبر، دونك فيما كان عندكم ستيلو في اي شوميز اولا بودي استعملوا ليه خل ديال المائده، وضعوا بعض القطرات ديال خل المائده على فين كيتواجد لكم ستيلو اولا الحبر، وغادي تخرج لكم النتيجه مذهله للغايه. دابا ندوزو لتاني فكره اللي هي كتعلق بالنمل. فين ما كان عندكم النمل استعملوا ليه القهوه، ولكن بشرط انها تكون من السماء ومعطره وفيها العشوب المعروفين ديال المغرب. دونك خذوا بعض البودرات ديال القهوه ودردروه على فين جاي النمل، يعني طريق النمل. الا بغيتوني ندير لكم فيديو مخصص للقهوه من السماء ومعطره وفيها العشوب، كتبوا لي في خانه التعليقات وانا اكيد غندير لكم هذا لا فيديو، ونكون رهن الاشاره ديالكم دائما وابدا. ندوزو دابا لثالث فكره واللي هي كتعلق بالحوض ديال الحمام ديالكم. الا بغيتوه كيشعل وكيلمع استعملوا خميره وحده ديال الازا الحمراء، واستعملوا المسواك اولا اي دونتيفريس واحد اخر، خلطوا الكميه حتى تصبح على عجين وغسلوا بها الحوض ديالكم كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. وغادي تخرج لكم النتيجه غزاله وفنه ومضمونه. دابا ندوزو لرابع فكره واللي هي كتعلق بالملحه. الا بغيتو سراول ديال الجين يخرجوا لكم كيلمعوا استعملوا قبسات الملحه في كل غسله ديال الماكينه ديالكم وتفكروني. ندوزو دابا الخامس فكره وهي اخر فكره اللي هي كتعلق بالنعناع. دونك الماء ديال النعناع ملي تكونوا كتغسلوه ما تلوحوش الماء ديالو هباء منثوره، غسلوا به الاحواض ديال التراب او المحبقات اللي عندكم في الدار، هكذا غادي يزيدوا نمو ان شاء الله. نتمنى الفيديو كان زوين ومفيد لكم. الى عجبكم ما تنساوش تعملوا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم لتعم الفائده للجميع. وبالنسبه للبنات الجداد ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي، وما تنساوش اوسي تشتركوا في قناه افكار من بيتي. انا نقول لكم نشوفكم في البروشين فيديو ان شاء الله. كو بيزو وبسلام عليكم.